السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم حبايب الحلوين، وإن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. موضوعنا لهذا اليوم هو عن وسائل التدفئة، هل تأثر على النباتات أو ما تأثر؟ فإن شاء الله اليوم نشرح عن هذا الموضوع. طبعا انسألت هواي عن هذا السؤال، يعني تعرفون هسه دخل الشتاء، فأكثر المنازل راح تبدي الشغل مثلا صوبات او هيترات، هاي اللي تشتغل على الكهرباء، او مثلا تكييف بس على التدفئة. فهذه الوسائل تأثر على النباتات الداخلية مثل هالسهاية، يعني تقلل الرطوبة او من هذه الامور. طبعا وسائل التدفئة ما تأثر، جو معتدل يحتاج النبات خصوصا النباتات الداخلية هو من 15 درجة إلى 25 أو 28 درجة، يعني هذا الجو المثالي لهذه النباتات الداخلية. أنت أكيد من راح تشغل الصوبة أو الهيتر أو حتى مال تدفئة، هذه يعني إذا مثلا وصلت لهاي الدرجة 28 فأكيد ما راح تأثر عليها، بس إذا عبرت 30 وفوق لا، هنا راح يصير الجو حار، فأكيد راح يصير يعني تأثير على النبات، لأن راح يحس أنه حالة حال أجواء الصيف. فأنتم هنا حاولوا أن تقللوها، حاولوا أن تكون درجة الحرارة يعني 28 كأقصى حد. طبعا 28 هو يكون جو كلش لطيف داخل المنزل، يعني لطيف على البشر ولطيف حتى على النبات. طيب هذه هسه وسائل التدفئة. واحد يسأل يقول احنا دائما نسمعك بالشروحات مالتك انه تحذر من السبلت، انه السبلت يقلل الرطوبة ومن هذه الامور، فهذه السبلت او غيرها ما راح يجفف الجو ويقلل الرطوبة. عندكم الصوبة والهيتر ما راح يجفف الجو لانه هذه تكون محدودة، اما السبلت فعلى التدفئة ما راح يسحب الرطوبة، لان هو من الشغل التبريد راح يسحب شكو رطوبة موجودة بالغرفة، طلعها خارج الغرفة ويخلي الجو جاف بارد. أما بالتدفئة فهو بس فان وجاي يدفع لك الهواء اللي يصدر من الهيتر، فماكو أي سحب للرطوبة. أعطيكم طريقة بعد تستفادون منها أكثر، بدل ما تروح تستغلوها فرصة، حتى إذا أنت عندك جهاز ترطيب اعطي استراحة ضمه للصيف. حاليا مثل ما انه انت مشغل صوبة او مشغل هيتر، جيب لك احنا بالعراق نسميه الكيتلي او القوري، يعني هذا اللي يسوون به الشاي او غيرها، اخواننا العرب يعني خاف ما يعرفون الكيتلي والقوري، هذا ترسوه مي وخلوه على الصوبة، هذا راح يبدي يضخ بخار، فراح انت همين النباتات هاي كلها تنتعش، وهم توفر لها وسيلة دفء. بس واحد مثلا يعترض، لان انا نزلت قبل كم يوم على الصفحة مالته على الانستغرام منشور، صراحة انا ما مستلم الخاص مال الصفحة، لكن مندوب المبيعات نقل لي كم رسالة انه اكو بعض الاعتراضات وهذا. يا اخي انت لا تعترض ولا تفتي قبل لا تعرف يعني هالشغلة هاي الضر او لا، يكون عندك معلومات. احنا كاصحاب مظلات يعني عندنا هسه هذا الزرع كله، هذا شوفوا هذه بداية الحلقة، شفتوا المقطع شلون انا مشغل لها نار. طبعا احنا بالمشاتل نستخدم ثلاث وسائل تدفئة، الوسيلة الاولى الصوبات الغازية، هذه اللي تصير مثل المظلة تشتغل على قنان الغاز. وسيلة الثانية الهيترات هاي الكهربائية، بس هاي طبعا نستخدمها بقلة لأن مثل ما تعرفون كهرباء ما عندنا. الوسيلة الثالثة وهي نشعل نيران، يعني مثل هسه هاي شفتوها بدايتها مناقل، ونشعل حطب. طبعا أكثر شيء احنا نستخدم القصب، قصب هذا اليابس، هذا اولا يطلع حتى مثل العطر، ثانيا الدخان مالته يفيد شكو حشرات هذا الطير وغيرها، هذه كلها راح يطردها انه
يعني بعد ماكو لا جراد ولا غيرها، هاي كلها يطردها، والحشرات هاي يقضى عليها يطردها. وثانيا هذا الدخان مالته حتى ما يأثر على الزرع، لأنه يتبخر بسرعة، حتى أنت يعني من قريب عليه ما راح تتأذى من يمه. فدائما نستخدم هاي القصب شعلة، خصوصا للنباتات الخارجية، يعني شعلة فخلي هم يدفي النبات وهم هاي. وعندنا الوسائل اللي ذكرتها بالبداية، فهذه لازم نشغلها حتى يدفينا النبات، لأنه إذا ما شغلنا له هاي الوسائل مال التدفئة، هذا النبات كله راح يعض البرد وراح يتلف عندنا، يبدي يصفر ويتلف. هذا كل ما يتعلق بهذا الموضوع، نتمنى أن تكون حلقة مفيدة، ونتمنى أن نكون أفدناكم. ثمالة.